يمشي من وقت. يلا شاطر يلا حبيبي يلا اتكل على الله اتكل على الله اشتري عمرك اشتري عمرك ما تستفزنيش هرزعك علقه هتضيع فيه ما تقدر همسكك يلا شاطر يلا ما تقدر ما اقدرش ايه يا ولد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مساء النور وحلقه جديده مع ناتي كابيتانا ومع احمد السيد. نصف نهائي قوي ونصف نهائي هيبقى من نار ما بين المنتخب الفرنسي وما بين المنتخب الاسباني ما بين الديوك الفرنسيه لا لي بلو المنتخب الفرنسي وما بين لاروخا المنتخب الاسباني. المباراه دي انا توقعتها ان هي هتبقى في الفاينل يعني انا بالنسبه لي ده نهائي مبكر. توقعتها امتى؟ توقعتها قبل البطوله ما تتلعب عملت حلقه اسمها فانتزي اليورو وتوقعت كل المنتخبات وسكت مين هيواجه مين ووصلت بقى لدور 16 بدور 8 في سيمي فاينل في فاينل وصل معايا ان المنتخب الفرنسي هيقابل المنتخب الاسباني في دور الفاينل. المنتخب الفرنسي تقيل يكسب المنتخب الانجليزي مواجهه الفاينل هتبقى بين منتخب اسبانيا ومنتخب فرنسا مواجهه قويه جدا النهائي برضو قوي ما بين الاثنين. اتوقع المنتخب الفرنسي هو اللي هياخد البطوله دي توقعاتي ولكن بسبب ان المنتخب الفرنسي اخذ تاني مجموعه فخلاه يجي في سكه المنتخب الاسباني غير كده الاثنين دول هم الاحق ان هم يلعبوا في الفاينل من قبل البطوله فده نهائي مبكر نهائي قوي ومن وجهه نظري الشخصيه اللي هيكسب من فرنسا واسبانيا هو ده اللي هيتوج بيورو 2024. النهارده كان عندنا ماتشين ماتش اولاني ما بين المنتخب الاسباني وبين المنتخب الالماني انتهى 2-1 بعد وبقى الوقت الاصلي انتهى 1-1 ما بين اسبانيا والمانيا رحنا الاكسترا تايم بيقدر مورينا ان هو يجيب هدف القاتل للمنتخب الاسباني وبتكسب اسبانيا عن جداره وعن استحقاق ان هي توصل للمباراه السيمي فاينل. المباراه الثانيه ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي ديشامب يعني ما عجبنيش النهارده كالعاده على اداره تكتيكيه في الماتشات ولكن فرنسا بتكسب بالخبرات فرنسا بتكسب باللعيبه فرنسا بتكسب بشخصيه البطل لكن اداء وشغل في الملعب وتكتكس من ديشامب من اقل البطولات للمنتخب الفرنسي ولكن كون ان هو كاداء قليل في البطوله بيكسب وبيوصل الدور السيمي فاينل دي حاجه تحسب للعيبه وحاجه برده تحسب لديشامب ان هي شخصيه البطل طاغي على الفريق اكتر بتوصل لابعد مدى في البطوله. عايزين نتكلم على الماتشين دول عايزين نتكلم على ناجلزمان واللي عمله النهارده في مباراه اسبانيا وعايزين نتكلم على فرناندو مارتينيز المدرب البرتغالي اللي هو النهارده من وجهه نظري عمل مباراه تكتيكيه كويسه في اطار المتناول ولكن لعب على حاجات وتفاصيل بسيطه صغيره ما قدرش ان هو ياخد بطاقه العبور او يكسب المنتخب الفرنسي. خلينا نتكلم على الماتشين دول حلقه ممكن تكون طويله شويه ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم فارجع لو مالي سبسكرايب في القناه فازر الجرس وهو بالله جيم فيديو وهمشير في الحلقه لكل اصدقائك وكل احبابك. خليني كام على الماتشين القويين جدا دول مطحنه كرويه ما بين المانيا واسبانيا فرنسا والبرتغال. هات الكوره والتاني فما حاجه خلينا نتكلم عن المواجهة الأولانية ما بين المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني. المنتخب الاسباني مع ديفونتي ب 4-1-4-1 نشوفه عمل ايه الراجل بنفس الكاركتر بنفس الشخصيه بنفس طريقه اللعب لعب في حراسه المرمى بيوناي سامو اثنين سنتر باك نورمو ولابورت ناحيه اليمين كارفخان ناحيه الشمال كوكوريلا رقم 6 كان رودري 2-8 بيدري وفابيان ريو سترايكرز موراتا على يمين لامين يامال وعلى شمال يونيكي ويليامز. المنتخب الالماني ناجلزمان عمل ثلاث تغييرات في الفرقه غير العاده وهقول لكم عمل ليه كده لعب ب 4-2-3-1 لعب بنوير في حراسه المرمى قدام اثنين سنتر باك روديجر وتا ناحيه اليمين كيميتش وناحيه الشمال روم لعب باثنين في نص الملعب امريكان جنب كروس بلاي ميكر كان جندوجان لعب على يمينه سانيه وعلى شماله موسيالا وسترايكرز كي هافرتز. التلات تغييرات اللي عملهم ناجلزمان عمل ثلاث تغييرات كان بيلعب باندريش في نص الملعب حط بديله امريكان كان بيلعب بميتلز دات كباك الشمال حط مكانه روم كان بيلعب بفيردز جناح يمين حط مكانه ثانيه. ليه عمل كده؟ لان الراجل فكر ان دكه المنتخب الاسباني
المدير الفني فونتي بيعمل تغييرات في الشوط الثاني، بيريح نيكي ويليامز وبيريح لامين يامال وبيريح بيدري وبيريح موراتا، فهو لعب على الحته دي ان انا العب بدول. والشوط الثاني لما بقى المدير الفني دي فونتي يغير ويعمل تغييرات دي ويريح العناصر الهجوميه بتاعته، زي ما عارفين ان دكه المنتخب الاسباني او لعيبه المنتخب الاسباني من خلال مرؤيتنا في البطوله والماتشات اللي اتلعبت مش على قد مستوى اللعيبه والعناصر الاساسيه، فالراجل فكر ان هو لا انا ابغتهم بقى الشوط الثاني، انزل بقى الاوراق الرابحه بتاعتي زي فولكروج زي فيرد زي ميتلز دات زي اندريش، تقدر اللعيبه دي تسيطر لي في الشوط الثاني، او لو المباراه وصلت لاكسترا تايم ووصلت بقى لبنالتيز انا اقدر ان انا ارجع تاني في اللقاء. لعبه امور اللي عامله ناجلزمان ده لعب امور، لا انا العب صح والعب بالعناصر والقوة الضربة بتاعتي زي نفس التشكيل اللي انت ختمت بيه اللقاء زي ما هشرح وهنكلم وهنحلل مع بعض، وخلي السير المباراة هو اللي يمشيك والتغييرات هي اللي تمشيك، العب بقوة الضربة، ده اللي انا عايز اوصله. انت ما عملتش كده، انت خفت من منتخب الاسباني. كلم الشوط الاول، شوط اول سيطره واستحواذ طبعا المنتخب الاسباني، عجبني في الفرقتين اسبانيا والمانيا الاثنين كانوا بيلعبوا على بعض هاي بريس وضغط عالي. المنتخب الاسباني كان في كل بيلد اب بيعمل هاي بريس ضغط عالي، والملاقي ال10 لعيبه جوه منطقه الجزاء او بيعدوا نص منهم في نص ملعب المنتخب الالماني، والعكس كذلك برضو منتخب اسبانيا لما بيعمل بيلد اب وبيطلع بالكوره لعيبه نص المنتخب الالماني بتبقى ضغطه على المنتخب الفرنسي، وده اللي خلى المباراه تبقى مباراه جميله، مباراه مفتوحه ما بين الاثنين، مهارات كتير موجوده في الملعب، قوه المنتخب الاسباني لو هنتكلم عليها بخطوره لامين يامال بالفنتات المراوغات، خطوره نيكي ويليامز، وجود موراتا، اتنين بيجوا من تحت فابي روز وبيدري، ضربه قاضيه مع بدايه اللقاء هو اصابه بيدري. ولكن عجبني في المنتخب الاسباني بالذات في المباراه دي الدكه فرقت جامد مع المنتخب الاسباني، على العكس مع بدايه البطوله كان دايما الدكه كانت قليله، ولكن النهارده اللعيبه الاحتياطيه تفوقوا على نفسهم واثبتت رؤيه ديفونتي في اللقاءات ان ديفونتي مدرب منظومه، مدرب انضباط تكتيك، مدرب شخصيه نفس بيب كوارديولا، ان انا العناصر اللي بتلعب اشيل مين احط مين ان المكنه شغاله، ده اللي هو عامله النهارده ديفونتي، مين طالع مين نزل المكنه شغاله، طلع بيدري للاصابه ونزل مكانه اولمو. اللعبه دي كانت تستحق انذار لتوني كروس، وتوني كروس في اخر اللقاء اخذ انذار، يعني كنا شفنا كروس كان المفروض ان هو يبقى في حاله طرد، للناس اللي بتتكلم احنا ظلمنا بينالتيز وفي ظلم باين ان في بينالتيز منتخب المانيا، لا في حاله طرد كروس يستحق انذار في اللعبه دي اللي هي اتصاب فيها بيدري واخذ انذار في اخر اللقاء، برده كان المفروض يعني تبقى دي انذار الثاني والطرد، ولكنه في اللعبه بتاع بيدري ما ادوش اي انذار ولعيبه اسبانيا كلها راحت احتجت عليه، الراجل يعني اصلا صفر ركبته الله اعلم ممكن يبقى صليبي ممكن يكون ايه او عنده بدري، هيبان التشخيص بعد المباراه اصابه قويه وكدمه قويه في ركبه بدري. ما حسيتش بغياب بدري، اولمو جفى ووفى، المنتخب الاسباني بنفس المنظومه بنفس السيطره، رودري واولمو وفابيان ريو السيطره تم على منطقه نص الملعب، وجود امريكان علامه استفهام غريبه، كروس بيحاول لوحده هو وجندوجان، اللي انا ما كنتش اتمنى ان جندوجان يبتدي مع بدايه اللقاء ويبقى هو كيفافرز موجود وفول كروج كان هو اللي يبقى الاسترايكرز، والكلام ده احنا شرحناه وحللناه في حلقه بقى اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح انا واسماعيل صديقي العزيز، وعملنا حلقه هتنزل لكم رابط الحلقه من فوق، اتمنى ان تفرجش الحلقه دي تفرج عليها، حللنا يعني حته في المنتخب الاسباني والمنتخب الالماني، وقلنا ان لازم فولكروج يلعب وكيهافرز هو يبقى بلاي ميكر، يعني تحس ان كنا قاريين المباراه اكتر من ناجلزمان، ولكن ما عملش كده، تايه المنتخب الالماني الشوط الاول، وجود روم علامه استفهام ميتلز دات الباك الشمال كان ما يميز المنتخب الالماني الطرفين، ناحيه اليمين كيميتش ناحيه الشمال ميتلز دات، غياب بفيردز احسن لاعب في البوندسليجا احسن لاعب في باير ليفركوزن هو الورقه الرابحه للمنتخب الالماني، فينو حاطط لغه ثانيه على حسابه اللي هو اسوأ لاعب في المنتخب الالماني، طب انت عملت كده ليه؟ زي ما شرحت وقلت الراجل اللي بيلعب لعبه امور. شوط اول يخلص مع بدايه الشوط الثاني، بيترجم المنتخب الاسباني فابين رويز بيدي نيكي ويليامز بيدي موراتا بيعمل اسيستات مستر اسيست فعلا للمنتخب الاسباني هو لامين يامال، اولمو بيجيب الهدف، بعد الهدف يعني الراجل بقى يعني مدير الفني المنتخب الالماني ان جولزمان غير بقى وعمل تغييرات بقى كلها، شفنا بقى يعني رجع تاني في اللقاء حط بقى ميتلز دات الاخطاء الكتير اللي هو عملها صلحها، رجع تاني ميتلز دات يلعب كباك شمال مكان روم، نزل اندريش في نص ملعب جنب كروس ويطلع امريكان، جاب كي هافرز حطه كبلاي ميكر وحط سترايكرز فول كروج وقام طلع جندوجان طلع ثاني ونزل فيردز، يمكن دي افضل لحظات المنتخب الالماني، رجع تاني في اللقاء
تغييرات برضو المدير الفني دي فونتي كانت غريبه شويه وكانت بدري قوي يعني الدقيقه 60 قام طلع لامين يامال، دي برضو علامه استفهام يعني على المدير الفني دي فونتي. فكرتني بتغييرات شافي يعني الراجل تاكتكس يعني عالي، فكرني بيورجن كلوب الراجل صلعه زي بيب جوارديولا نظارات يورجن كلوب، ولكن تغييرات شافي. فرج النهارده التغييرات كلها يعني انت مديها 60 تقوم مطلع لامين يامال، عمل تغييره كده تطلع نيكي ويليامز، نزلت اوريا زبال ونزلت مورينو صاحب الهدف ونزلت فيران توريس، ولكن بصراحه خلينا اكون فير اللعيبه البودله كان على قد المستوى كانوا في الميعاد، ولكن التغييرات كانت بدري قوي يعني انا كنت عايزك تعمل التغييرات دي ولكن اخر التغييرات شويه، خلينا في الدقيقه مثلا 85 في الدقيقه 90 وانت كنت متعادل ورايح اكسترا تايم كنت عملت التغييرات في الوقت دي، ولكن بدري قوي ما تعملش تغييرات في الدقيقه 65 او الدقيقه 70 بدري جدا، كنت خليت اللعيبه دي في الملعب سواء نيكي ويليامز او لامين يامال او موراتا كان هيقدروا انهم يعملوا حاجه وهيخلصوا لك الجيم ويخلصوا لك اللقاء بعد ما راجع بقى المنتخب الالماني في اللقاء بهدف من تصريحه من كيميتش عمل تيك اوف بتاع 2 متر 3 متر فوق الارض صلحها لي فيردز يقدر يجيب هدف التعادل. افضل لحظات المنتخب الالماني في الوقت ده مع وجود موسيالا فيردز فولكروج احسن لاعب في المنتخب الالماني اللي علامه استفهام على ان جولزمان ولا ماتش في البطوله وفولكروج ده اساسي الراجل اوبا دي ناجح والراجل ممكن انت تنزله يقلب لك الملعب ويرجعك تاني في اللقاء، ولكن فين فولكروج من ان هو يبتدي اي ماتش من ماتشات انت لعبتها ان جولزمان بعد بدايه اللقاء، فضلت كي هافرز عليه. انا شرحنا وقلنا ان كي هافرز زيه زي جندوجان الاثنين نفس الستايل الاثنين نفس اللعب، انا شبهته ان هو مسعود اوزيل الكره الالمانيه، الراجل ده يلعب بلاي ميكر ما يلعبش سترايكرز، في سترايكرز فولكروج هو اللي لازم يبقى اساسي معاك الماتشات كلها، ما عملتش كده ولا ماتش بتستعين دايما بيه وانت مغلوب وانت متعادل وانت رايح في 60 داهيه، فصعب ان انت يعني يرجع لك الراجل في اللقاء. قبل ما تجيب الهدف عملت تغييره يعني برضو طلعت السنتر باك تا وقمت منزل مولر بحيث ان انت تفعل الزياده الهجوميه لغايه لما انت جبت الهدف. بعد ما جبت الهدف هنا بقى الرغبه الدفاعيه المنتخب الالماني لازم تثبت حته الدفاع وخاصه رايح على الاكسترا تايم، فين شلوتر بيك؟ انت دايما في البطوله هو الشوتر بيك هو المدافع الاساسي اللي لازم يبقى موجود معاك او البديل تاع بالذات او بديل حتى روديجر، انت قمت منزل بقى انتون يعني علامه استفهام غريبه من جولزمان، طب شوتر بيك ما لعبش ليه؟ فين هاملز؟ اصلا انت ما استدعيتوش اصلا من قبل البطوله، انت في وقت زي ده كنت انت محتاج سنتر باك تاني قوي يلعب جنب السنتر باك وهو ريديجر، انت للاسف نزلت سنتر باك تاني وهو انتون اللي بصراحه ما كانش فيه تجانس ما بينه وبين ريديجر في اللعبه بقى اللي اتلعبت لما دخلنا في الاكسترا تايم وقدر ان هو مورينو يعني يخطف يعني، وخاصه ان الراجل المدير الفني ذكي جدا للمنتخب الاسباني وهو دي فونتي ان هو لما لقى ان الاثنين دول ريديجر طبعا اجهد تماما في اللقاء جنبه انتون ضعيف جدا قام رمى عليه جوسيلو لعب باثنين سترايكرز مورينو وجوسيلو قدروا ان هم يخلخلوا ديفنس المنتخب الالماني ويقدر مورينو يجيب هدف من احلى الاهداف الموجوده في البطوله واحلى اسيست اتعمل من اولمو لمورينو اللي تصبح نتيجه 2-1 وفوز مستحق المنتخب الاسباني على المنتخب الالماني. يتحمل الهزيمه دي طبعا جولزمان بالبدايه التشكيل غلط اداره تكتيكيه في اللقاء وان هو فضل لعيب يلعب سنتر باك تاني جنب روديجر غلط ادى كل ده يبقى في اخطاء دفاعيه ويستقبل هدف تاني قبل ما يروح الى البينالتيز وركلات الجزاء. مبروك للمنتخب الاسباني وارضى المنتخب الالماني. رح نتكلم عن مباراه ثانيه ما بين المنتخب الفرنسي وما بين المنتخب البرتغالي، فوز برضو فوز يعني بالخبره فوز بشخصيه اللعيبه شخصيه البطل المنتخب الفرنسي على المنتخب البرتغالي. خلينا نتكلم كده تشكيل المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي لعب ب 4-3-3 لعب مونيف في عثمان قدامه 2 سنتر باك اوباميكانو وصليبا ناحيه اليمين كوندي ناحيه الشمال سايو هرنانديز 3 في نص الملعب انجولو كانتي وكامافينجا بسبب طبعا غياب رابيو الانذارين فلعب على حسابه كامافينجا وتشاوميني لعب سترايكرز الاختيار الغريب جدا من ديشامب وكولومواني لعب على يمينه جريزمان ولعب على شماله امبابي. تشكيل المنتخب البرتغالي ب 4-2-3-1 ديجو كوستا في حارس المرمى 2 سنتر باك بيبي ودياز ناحيه اليمين كانسينو ناحيه الشمال نونو مينديز 2 في نص الملعب فيلينيا وفيتينيا بلاي ميكر برونو فرنانديز لعب على يمينه فرناند سيلفا على شماله لياو وسترايكرز كان كريستيانو رونالدو. هنيجي نتكلم على اجمالي المباراه. مباراه سيئه جدا مش هي المباراه دي ان احنا منتظرينها اغلبيه اللعيبه اوت اوف فورم سواء المنتخب الفرنسي او حتى المنتخب البرتغالي. امبابي بعيد قوي بعد الاصابه اللي حصلته في مناخيره دي راجل بره البطوله مش حاسس ان هو ده امبابي بتاع المنتخب الفرنسي. نص ملعب المنتخب الفرنسي كامافينجا تشاوميني كانتي بصراحه هما تفوقوا على فيلينيا وعلى فيتينيا وعلى برونو فرنانديز واحده من اسوء المباريات لبرونو فرنانديز.
يعني المباراه كلها ما فيش حاجه ان انا اتكلم عليها، ما فيش جبهات، ما فيش هجمات، ما فيش اي حاجه. حتى لو اتكلمنا عن المنتخب الفرنسي يعني سيو رانديز قليل قوي، كوندي في زياده والانطلاقات قليل قوي، جريزمان تايه، كولومواني علامه استفهام، الراجل عشان بس جاب لك جون كولومواني في الماتش اللي فات وكسبك قمت انت دفعت بيه يبقى هو المهاجم الاساسي بتاعك. عندك بره ماركوس تروم افضل واحسن منه، عندك بره جيرو افضل واحسن منه، كان ممكن مثلا تلعب بيه كيلين امبابي سترايكرز وتحط واحد زي باركولا. برضه لسه ديشام ما جاتش التوليفه المناسبه. مارتينيز المدير الفني المنتخب البرتغالي انا ما بحبوش، الراجل برضه بيحاول، عارف ان المنتخب الفرنسي باسماء شخصيه لعيبه حاول ان هو يقفل على مفاتيح اللعب بتاعت المنتخب الفرنسي، ولكن انا اخد المبادره وان انا اكسب دي ما لقيتهاش عند المنتخب البرتغالي او ما لعبش عليها المنتخب البرتغالي. في اثناء سير اللقاء حسيت ان المنتخب البرتغالي عايز العب للبيناتز، عايز اوصل للبيناتز زي ما انا وصلت من مباراه سلوفينيا للبيناتز وكسبت، عايز اوصل للبيناتز واكسب معايا حارس دييجو كوستا هيقدر ان هو يعني يتالق معايا واكسب في اللقاء ده. والمدير الفني حاول ان هو يرجع في اللقاء بالتغييرات اللي عملوها، سواء المدير الفني ديشامب لما نزل باركولا، نزل ماركوس تورام، مارتن بلي اقوى دكه موجوده في البطوله، حاول ان هو يجيب هدف او يخطف هدف ولكن فشل. المنتخب البرتغالي كونسيساو بصراحه لعيب هايل، لعيب يجي منه، كان يستحق ان هو يلعب اساسي في اللقاء. نزل جواو فيليكس ونزل روبن نيفيز، حاول برضه يخطف هدف ولكن يفشل. بيروح للبيناتز بيقدر المنتخب الفرنسي بتألق مونين والخماس بتاع المنتخب الفرنسي قدر ما يجيب الخمس ضربات على غير العاده. بصراحه كنت حاطط ايدي على قلبي بعد فاينل نهائي كاس العالم قدام الارجنتين وخسروا في البيناتز ويخلص اللقاء بالبيناتز لصالح المنتخب الفرنسي. بس ده كان الحلقه كمان، كابتن احمد سيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.